السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة. هناكم صام ستايل فاشن مهندس أحمد شمس الدين. أحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، وكل اللي إحنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله تستفيد منه. قم اهو بقى باذن حضراتكم كده هنركب البرواز دوت ونركب الاسوره ونركب الكم. يبقى الفيديو دوت لتركيب ايه الكم، عشان بس محدش هوريك الحرده بتاعه الكم شكلها ازاي، هوريك الحرده بتاعه الكم تكون قد ايه، مش شكلها ازاي، زي حاجه تكون بتتحرد ازاي. لا احنا مبينينها في ايه في الفيديو قبل كده، اللي مش عارف يوصل له يكتب لنا في الكومنت وانا ايه احط له اللينك بتاعه. تمام. انا دلوقتي الكم اللي قدامي ماشي، هو كم البرواز هنا كده. البرواز ده بيتعمل ازاي؟ هو ده اللي احنا هنعمله مع بعض. ادي الكم احنا قاطعين ان هو جزئيه من 8 لكام؟ ل 12 سنتي. من 8 ل 12 سنتي، يعني اقل حاجه هتبقى 8 واكتر حاجه هتبقى ايه 12 سنتي. تمام. فاحنا بناخدها 10 متوسطه. نيجي نجيب جزئيه بقى اللي هو البرواز نفسه. نيجي نجيب ايه البرواز نفسه بيبقى كام سنتي؟ البرواز نفسه بيبقى 3 سنتي. البرواز نفسه بيبقى كام يا جماعه؟ 3 سنتي. هو البرواز اهو ماشي 3 سنتي 4 سنتي برضو حسب العرض اللي انت عايزه. ده كده ضغط الكم. هبدا اركب ادي هيبقى ايه وش البرواز في ظهر الكم عشان يقلب على بره. تاني وش البرواز في ظهر الكم اهو. هاجي اروح جاي مركب كده. بص معايا وركز اهو لغايه هنا كده. بص انا همشي معاك بكل سهوله اهو، ورحت واقف. تعالى بقى كده انا زودت عن الفتحه قد ايه؟ بتاع سنتي تاني اهو. تعالى تروح داخل بالزاويه دي كده ببوز المقص اهو كده لغايه الخياطه نفسها اهي، لغايه الخياطه نفسها يا جماعه. وبعد كده ايه؟ ابدا بقى اهي. يعني انا وقفت ليه؟ ما انا كنت ممكن اقف واروح اعملها لكن انا ماشي معاك على اساس ايه؟ مفيش حاجه انت تتلخبط فيها او انت تتلخبطي فيها. اهي كده بروح لافف بقى كده. خلي بالي مفيش تبقى كسره تحت الابره هنا. بص يا سيدي انا كده ايه لفيت البرواز حوالين ايه الفتحه. في كسرات معاك؟ ها في كسرات؟ مفيش كسرات معايا اهي خالص. تعال بعد كده هتعمل ايه؟ الزياده دي خلاص انت مش محتاجها في حاجه. تمام. تعال هنا اهوت بروح تاني بقى كده وروح تاني تانية تاني. بص كده المهم الخياطة ديت ما تبانش معايا. الخياطة دي ما تبانش معايا. أنا كده باتني إيه؟ البرواز بقى على وش الكم. باتني كده البرواز على وش الكم. أنا دلوقتي بس أنا بجيب لك الكم العينة عشان ما أبقاش إيه؟ بقول لك على حاجة وأنت إيه؟ أو أنت مش متخيلة. بص أهو البرواز أهو هتنيه بقى كده اللي هو الحرف ده كده. شايف نضفته؟ ماشي أهو. كده اروح جاي تاني البرواز على وش الكم من هنا كده سنتي في سنتي كده. يعني البرواز عرضه كام؟ عرضه سنتي. بص حضراتكم اهم حاجه الخط ده كده اللي انا مخيطه اللي هو الاولاني ده ما يبانش معايا. تمام تمام كده انا بقفل ايه البرواز اهو كده. كده انا قفلت البرواز كله اهو. تمام او كده اهو مفيش شده مفيش فيه اي. تعالى بقى نصص كده اهو. بص نص على النص كده وتروح عامل مثلث فوق كده. بص هتعمل ايه؟ شايف الكم اهو؟ هروح عامل ايه؟ كده اهي كده كده كأن مثلث. بص قائم الزاويه يعني ايه؟ وعامل هيبقى عامل كده كده. اروح انا مخيط الايه؟ الوتر بتاعه ده كده اهو. انا بقفل ايه السبعه من فوق. ادي السبعه بقى اهي عشان بس نبقى عارفينها كده اهي. ادي السبعه دي اللي انا قفلتها دلوقتي.
عشان ما يبقاش ايه البرواز مفتوح من فوق اهو، ادي السبعه كده تمام كده شايف اهو، مفيش كسر مفيش اي حاجه. ايه تاني بقى؟ بص يا سيدي، لو انا سبت دي كده مفتوحه، لو انا سبت دي كده مفتوحه مش ايه ما ينفعش، لازم دي تبقى مقفوله على بعضيها كده. يبقى اذا ايه؟ لازم دي تبقى مقفوله كده اهي، يعني لما اجي اركب الاسواره معايا هتبقى دي مقفوله كده. بص يا سيدي اهي، لما اجي دلوقتي بص هتلاقي واحده مفروده اللي هي يبقى فيها الزرار، واللي هيبقى فيها العروه هي قافله عليها اهي، متنيه جوه، متنيه ايه اهي جوه تمام، متنيه جوه اهي. بص حضراتكم اهي متنيه جوه اهي تمام كده، خلاص ركبت البرواز وعملته. ايه اللي هتعمله تاني؟ هروح مقفل بقى ايه الكم على القشطوره بتاعته، الكم على القشطوره بتاعته كده. لغايه دلوقتي انا ما قفلتش ايه يا جماعه؟ ما قفلتش الاسوار كده. انا هعمل الكم وبعد كده تعمل ايه؟ نعمل له اوفر على المقفول دي كده، الزياده اللي انا سايبها وسع في الكم نفسه كده، الكم متقفل معايا. تعال نشوف بقى ايه، هنقوم نعمل الكم دوت اوفر، ادي الاسوره تاني الحرف اهو تاني كده. لما تيجي تشوف الحرف هنا ادي متنيه فين؟ بص اهو كده، شوف اللي انا بعمله هنا هو كده، يعني انا بعمله بالقلم الجاف عشان حتى يبان قدامك. الخط اللي انت بتعمله ده ايه؟ هو اسفل ايه الثانيه دي على طول، هو اسفل الثانيه دي على طول. بعد كده اروح جاي تاني بقى الاسوره كده وايه ومقفلها مع المحافظه على ايه؟ على الفرق بتاع الجزء بتاع الثانيه ده. انت تانيها بايه؟ تانيها بالمكوه، تانيت من هنا وتانيت ايه وقفلت من هنا وقفلت من هنا. بعد كده ايه نقلب الكلام ده اهو ونطلع البوز بتاع الاسوره اهي يا جماعه تمام. كده الاسوره اهي ماشي تمام او كده. اللي انا طلعت بيه دوت حاجه اسمها بيز، اسمها ايه؟ بيز. معايا ايه البيز ده؟ حاجه رفيعه كده بروح ايه مدخله كده ونطلع بيه البوز بتاعتي تمام. بعد كده ايه؟ خلاص بقى اروح منصص الاسوره هنا ماشي، واروح قايم عامل ايه الكم اوفر عشان نركب الاسوره، ونشوف الفيديو وصل معانا لقد ايه. انا مش عايز الفيديو يزيد عن 20 15 دقيقه بالكتير، لو هيزيد عن كده يبقى هعمل فيديو تاني لتركيب الكم نفسه. يبقى انا عملت كده ايه؟ يبقى احنا عملنا البرواز، قفلنا الكم، عملنا ايه الاسوره تمام، هعمل الاوفر للكم واركب الاسوره ونشوف بقى ايه مده الفيديو وصلت معانا كام. نكمل بقى مع بعض الاسوره بعد ما عملت الكم اوفر اهو. بص بقى، عشان كان في قبل كده برضه اخت قالت لي ايه احنا بنحدد دلوقتي، شوف ادي نص الاسوره وده ايه نص الكم اهو متعلم النصين على بعض. طب الفرق ده ايه؟ الفرق ده بيبقى كسره، الفرق ده بيبقى ايه كسره، كسره شمال وكسره يمين. فكان في اصلا احد الاخوات قالت لك طب انت بتحدد الكسره بناء على ايه؟ بص يا سيدي، المسافه دي هو الزرار بيبقى فين؟ هنا، لان الخياطه دي بتبقى ورا تمام. المسافه دي ما بيبقاش فيها كسر، الكسر هتبقى هنا اهو كده. اروح مدي فورتين كده ماشي عشان احدد الايه الكسره بتاعتي تمام. انا عن نفسي ما بحددش لنفسي كسر وانا شغال، بس انا بحددها ليكم انتوا. بص بقى، هاجي الخط اللي انا رسمته هنا اهو بالقلم ده هو اللي انا همشي عليه، هو اللي انا همشي عليه اهو. طبعا دي الاسوره بتتعمل ايه؟ اول وتاني. لما تسمع مني كلمه اول وتاني يعني بتتعمل على مرتين. ادي المره الاولانيه بتاعتي، بص يا سيدي اهي كده، شوف علامه النص فين؟ ادي علامه النص بتاع الكم، وادي علامه النص بتاع الايه؟ بتاع الاسوره. نروح ماشيين كده، انت محدد الكسره هنا؟ اه تمام. اروح جاي بقى ايه؟ عامل الكسره كده. من جوه الاثنين في وش بعض، من بره الاثنين مخاصمين بعض. فاهمني؟ تاني، من جوه الاثنين في وش بعض، دي وشها كده، الثانيه هتيجي في وشها، لكن من بره ها؟
كل واحده في اتجاه، كل واحده في اتجاه مخالف للتاني، ولذلك بنسميهم الاثنين من جوه مصالحين بعض ومن بره مخاصمين بعض. اهو كده النص جه على النص خلاص. وما انساش ان انا ماشي على الايه، على الخط اللي هو الفرق ما بين ده وما بين ده. يعني انا مش يعني ما فيش حاجه بقى، شايف بقى هنا كانت الكسره ايه، وشها كده تبقى الثانيه في وشها، ادي الاثنين اللي مصالحين بعض كده. وايه تاني؟ اروح قايس كده، هل يا ترى ان دي خلاص كده قفلت مع بعضين؟ عرفت انا حددت الكسرتين بناء على ايه؟ ماشي، قفلت كده الاسوره اول، بس لسه التاني بتاعها اللي احنا هنعمله تاني. بص يا سيدي، اهي كده خلاص انا قفلت الاسوره اهي. ماشي، ما تخليليش فتل، ما تخليليش اي حاجه. ليه؟ عشان لو الخامه دي فاتحه هيبان اي حاجه تسيبها جوه، هيبان ايه؟ اي حاجه تسيبها جوه هتبان. تعالى بقى كده نبدا ايه؟ نقفل الكم كده بقى بالظبط اهو. بص يا سيدي اهي، زي ما قلت لك نظافه الشغل، مفيش حاجه اسمها ايه؟ فتله انت بتسيبها، لدرجه ان انا بستخدم الولاعه عشان احرق ايه؟ بقايا الفتله نفسها. كده انا بعمل ايه؟ التاني بتاع الاسوره، بقفل بقى الاسوره خالص. بقفل ايه؟ الاسوره خالص اهي. شوف بروح مدخل كل حاجه، بروح مدخلها جوه الاسوره، والاسوره بتروح منظفه. اوعى تخلي الخط اللي انت عامله هنا باين، وخلي بالك الاسوره من ورا يعني من جوه انضف من بره، وهوريها لك. ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان انت ايه، شايف الاسوره اهي. طب نبص عليها من ورا، شايف الاسوره من ورا اهي، من ورا يعني من جوه هيبقى انضف من ايه، من بره. كده يا جماعه بفضل الله عز وجل يبقى انا ايه، خلصت ايه الاسوره وركبت الكم وكل حاجه. تعالى بقى نركب الكم بقى وايه، عشان نخلص من ايه البلوزه دي خالص، لان هيبقى الهاف كول. الهاف كول ماشي، بس انا بس ابص على الوقت بتاع الفيديو، قلت لكم لو هيعدي 15 دقيقه لا مش هكمل. ماشي، لا هو هيعدي كده. بص يبقى احنا نخلي الفيديو دوت للايه، للاسوره والكم بس. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بطلبه منكم. تمام، مش هوصيكم الاشتراك في القناه الجديده. تمام، على اساس ايه؟ انتوا عارفين ممكن في اي وقت من الاوقات القناه دي تتقفل. ماشي، يبقى عندنا قناه احتياطيه نشتغل عليها، وانا سايب اللينك في الاول، وعيب ان احنا اصلا عمالين ندعو ليها بقالنا بتاع شهرين وما فيهاش اصلا اكتر من 20 واحد. تمام، الاشتراك في القناه الجديده، سايب لك اللينك بتاع المقاسات اهم حاجه، سايب لك لينكين دلوقتي في قلب صندوق الوصف، وسايبهم على طول للايه؟ للبطرون الاساسي للبلوزه، للبطرون الاساسي للبلوزه اللي انت تعرف تشتغلها ازاي، للمبتدئ، للمبتدئ مش المحترف كمان. تمام، الدلع على الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي احنا بنينا عليه قناتنا وقناتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.